ورجعنا لكم من جديد ورحب بكل الستات وكل اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة MBC مصر. في مثل كلنا سمعناه من أهلنا زمان بيقول إيه؟ إن كبر ابنك خوي. يعني لما أولادنا يكبروا لازم نصاحبهم، لازم نقرب منهم، نسمعهم ونحتويهم، ونخلي العلاقة بتاعتنا مبنية على الثقة. أنا بثق فيهم وهم بيثقوا فيا. النهاردة هنعرف معاكم إزاي الأهل يبنوا علاقة سوية مع ولادهم أساسها الثقة، وهل ثقة الولاد في أهلهم ممكن تتهز، وإزاي يعني إيه اللي أنا ممكن أعمله كأم أو كأب يهز الثقة دي. طبعا زي ما قلت في المقدمة، بمناسبة النهاردة Global Hug Your Kids Day، هنتكلم كمان عن تأثير وأهمية الحضن اللي احنا بطلنا نحضنه لعيالنا مع تكنولوجيا وزحمة الحياة والشغل، واننا دايما متأخرين ومستعجلين، تأثيره ايه على الولاد. كل ده واكتر هنتكلم فيه مع ضيفتنا عليا معبد، اخصائية تربية الاطفال اللي منورانا النهارده في استوديو اهلا بستات شاف حسن. وانا بنرحب بيكي عليا، مشرفانا ومنورانا. اهلا، ميرسي لوجودك معانا النهارده. استاذ عليا، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله حلو. عامله ايه؟ كله بونو؟ كله بونو. منورانا ومنور شاشة MBC مصر وبرنامج اهلا بستات. يا هلا نوركم. ايه رايك في المثل اللي بيقول ان كبر ابنك خويه؟ ومن سن كام نبدا علاقه صحيه بيني وبين ولادي؟ هو مفروض مبنيه على الثقه يا استاذ علي. هو من اول ما الطفل بيتولد لازم يبقى فيه ثقه وفيه علاقه كويسه، يعني ما ينفعش من استنى. اول ما يتولد من اول ما استناش والله. بالظبط، يعني مش استنى لغايه ما اكلمه كده وبتاع. ها بالظبط، عشان ما اجيش فجاه لما يكبر وابتدي بقى اتصاحب عليه واتعرف عليه. هي لازم تبقى حاجه معايا من الاول. هيرفض هو كده في الوقت ده ما يكبر؟ بالظبط، هيكون خلاص بقى مش مفيش علاقه قوي او مفيش حوار، فمش عارف يتصاحب عليه بسهوله. فهي حاجه بنبني عليها العلاقه، مش فجاه كده لما يكبر. كده تربيه صعبه، هي حاجه صعبة كل يوم. يعني تربيه صعبه؟ انت بتسالي صعبه شويه. صعبه بس يعني دوب لو الواحد حطها كاولويه النتيجه بتبقى حلوه قوي. ايه اللي بيحطها بقى كاولويه؟ الام والاب. في ناس تقول لك المتربي من عند ربي وما ربيش العيال خالص. بركه ربنا. عايزه اسالك النهارده International Hug Your Kids Day، او اليوم العالمي لحضن الاطفال. يمكن ناس ممكن تقول ايه ده حضن؟ حضن ايه يعني؟ احنا عايزين ناكل ونشرب والعيال تتعلم وي وي وي، حضن ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ فاهميه الحضن ايه يا علي؟ هل هو فعلا مهم ولا احنا مقفورين؟ لا، هو مهم جدا، يعني الناس بتستقل باهميته وباهميه الحب والحنان اللي بيدوه للطفل، لان دي حاجه مهمه للصحه النفسيه اللي بعد كده، يعني زيها زي الاكل والشرب. ما ينفعش احرم الطفل من حاجه زي كده او اعتبرها كمثلا كريورد او كمكافاه. لا، هو لازم كل يوم اكد الطفل ان انا بحبه. جرعه معينه؟ هي مش جرعه معينه، هي طول ما انا موجود مع ولادي لازم احبه. 8 ل 12 في اليوم. يعني هي ملهاش جرعه، هي موجوده ريكومندد. يعني 8 و12 صباحا؟ لا، على مدار اليوم. لا، هي لازم تبقى حاجة موجودة طول الوقت، عشان دي حاجة بتطمنهم، حاجة بتبسطهم، بتهديهم هم متضايقين. فأجان هي مش مكافأة. في ناس ممكن تفتكر ان هي مثلا أهدد الولد لو ما سمعش الكلام هبطل أحبه أو مش هحضنه، أنا كده بضره نفسيا، فبالتالي مش هيستجيب ليا بعد كده. طيب ندخل بقى على موضوعنا التاني، كلمنا على الحضن وأهمية الحضن. حضنوا، قوموا حضنوا عيالكم حالا وانتوا بتتفرجوا علينا، وكلمونا شاركونا في كل اللي بنتكلم فيه. قوموا كده لو انتوا قاعدين الاب والام والعيال، احضنوا بعض جروب هج، حضن جماعي. في الحضن الجماعي؟ ايوه، نعمل دايره كده ونحضن بعض حضن جماعي، شوفوا التاثير عليكم وعلى يومكم هيبقى عامل ازاي.